الدوامة مع محمد الخماسي. يا فام على راديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوتي يا فام. كلكم ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم اسعد الايام. تحيه لكل مستمعينا مره اخرى، شكرا للتفاعل مع كل ضيوف الحلقات، ونعاود نستغل الفرصه باش نفكر نستحفظوا على رواحنا قدر الامكان. ارتداء الكمامه اجباري في الاماكن المغلقه، نغسلوا ايدينا قد ما نجموا، ونحترموا التباعد الاجتماعي. حلقه جديده وضيف جديد في هذا الموسم الثالث من برنامج الدوامه. ضيف اليوم شاب من الشباب اللي اختار طريق مختلف جدا، لكن قاعد يمشي فيه بخطى كبيره وخطى ثابته. ضيفي يعتبر ظاهرة اليوم ولا فينومين تحكي عليه برشا في تونس، كلكو سوا بين مؤيد ولا مختلف معاه، لكن اسمه قاعد يعمل في وقعة كبير برشا، خاصة في المشهد السياسي في عمر 24 سنة فقط. ما نعرفش فقط هذه مهمة باش نقولها ولا لين بعد ونرجع لها بالديتاي. هو محلل سياسي شرس، قادر أنه يدخل في مواجهة مع كل الأطراف والأشخاص بدون مقدمات، يواجه يقارع الأفكار ويتحمل مسؤوليته في ذلك، يحذر. وتلقاوه موجود في قناة التاسعة في برنامج رونديفو نوف، وأيضا في بعض المرات في برنامج وحش الشاشة. هو كيفاش وصل المنصب هذا، وهل تصنيف ولا توصيفه بمحلل سياسي يجوز؟ هو محلل سياسي نعم أم لا؟ شنو قرأ؟ كيفاش اختار؟ سبب دخوله؟ كيفاش اختار المشهد هذا طبعا؟ وأيضا مش نقفوا ونحكيه معاه على قراءته للمشهد السياسي اللي تعيشه البلاد اليوم. هب الرحب بضيفي لليوم المحلل السياسي رياض جراد. رياض مرحبا. مرحبا محمد، شكرا على الاستضافة. سعيد جدا رياض انك موجود بحذايا، تقرب لي شويه للميكرو كي باش تكلمني باش نجم نسمع كان والمستمعين نتاعنا بالكدا. شكرا لقبولك الدعوه. برنامج الدوامه يبدا بالالتزام هذا، باش نعطيك تقراه من ثم نبداو الحوار. حاضر؟ حاضر. نقراها؟ تفضل. اني الممضي اسفله رياض جراد، اتعهد بان اكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة، وأن ألتزم بقواعد البرنامج، وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة، وأتحمل المسؤولية فيما أقول. الضيف الإمضاء، لك حرية الاختيار، تقبل ولا ما تقبلش أنك تصح؟ أكيد جدا نقبل. تفضل. شكرا. بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. شكرا لقبولك الالتزام رياض جراد. تقديمي قلت محلل سياسي في عمر 24 سنة فقط، تقريبا واحد من أهم وأبرز النقاط اللي اليوم كيواجهوك يقولوهم لك. عمرك 24 سنة برك، وينك ما حضرتش، وين كنت وكل، باش نرجعوا له بأكثر ديتايم بعد شوية. أول فقراتنا نخرجوا للشارع التونسي نسألوا على ثيفي برشا أسئلة، أهمهم وأبرزهم واللي تعاودوا ديما، السؤال الأولاني راضي على اللي قاعد يعمل فيه، والسؤال الثاني بدا يحس بالنجومية نعم أم لا؟ كي يخرج للشارع يعني بدأت تظهر النجومية نتاعك رياض ولا؟ هذو ما أسئلة الشارع التونسي، تفضل جاوبني عليه. أسئلة الشارع التونسي بون نجومية لي، خاطر لليوم أنا معناها نمارس حياتي بشكل عادي وطبيعي جدا كما كنت، نفس الأماكن اللي كنت نمشي لهم لليوم أنا فيهم أسبوعيا، معناها نروح الكسرة في سليانة مع أولاد حومتي، في نفس القهوة في لليوم نكور مع أولاد حومتي، لليوم نمشي للجامعة نقابل زملائي في الشارع التونسي. صحيح يستوقفوني برشا عباد، يسألوني يشكروني، فما اللي ينصحني، فما اللي يلوم عليا في بعض المواقف أو بعض النقاط، لكن معناها نمارس في حياتي بشكل عادي جدا، فما حتى نجومية، وسأظل كذلك معناها إن شاء الله. أنا نعيش مع الناس وكيما الناس، وننحدر من مناطق ما نجمش معناها نكون تو نتبدل على الناس ولا لا، كيما انا. ترى اعطيني نسبة العباد اللي يستوقفوك في الشارع، نسبة العباد اللي يحبوك، قديش نسبة رياض؟ والله اللي يعرضوني في الشارع، شوف المواطنين، نحكي مواطنين، المواطنين العاديين، حلقة سياسية وسياسيين نخليها. انا اللي يعرضوني 80% منهم الحقيقة يشكروني، وفما كلمة تتردد ديما من الناس اللي يستوقفوني يقولوا لي يرحم والديك، تبرد لنا على قلوبنا.
هذه الكلمة، هذه الكلمة اللي ما عندكش فكرة تتكرر بشكل غير عادي معناها من قبل الناس اللي يعرضوني الكل في الشارع. واضح حاجة إيجابية طبعا، ما تنجم تخليك كان فرحان. كاينك جاوبني على السؤال الآخر اللي يقولك راضي علي تعمل فيه اليوم ولا لا؟ راضي جدا علي نعمل فيه، ونعتقد أني نقدم فيه إضافة. نعتقد أن وجودي في بلاتو رونديفو نوف في قناة التاسعة قدم الإضافة وحاجة جديدة، حاجة جديدة. الثورة مست كل تقريبا المجالات، لكن بقات فما نقيصة في الأعلام. نتصور اليوم فما ثورة أعلامية حقيقية بوجود شباب، مش كان أنا، برشا شباب اليوم اكتسحوا المشهد الإعلامي ويقدموا في إضافة، والناس رأي الحقيقة فدت من الوجوه المألوفة، وخاصة وجوه شيئا فشيئا تفقد في الصدقية والمصداقية متاحة. اليوم الناس تحب أصوات جديدة، وجوه جديدة تعبر عليها تتمثلها، ما يخاتلوش ما يخاوزوش، يحكيوا بصراحة من غير حسابات ويعبروا عن الناس. لأنه الإعلام، أنا ديما نقول المثقف ولا الصحفي ولا الإعلامي مش فقط مهنة، هو موقف، موقف يلزم يعبر عن الناس ويلزم يلتزم بهموم الناس ويلزم يكون مرآتهم فعلا. من خلالك أنت ظهر لي اليوم كأصغر محلل سياسي، ما عادش فما العائق هذا تاع العمر، ولا تلقاه موجود كي في مواجهتك في بعض الأحيان نلقاه تتعاود الجملة؟ قديش عمرك أنت ما زلت صغير ديما تتعاود؟ عائق؟ ليه ماهوش عائق، بالعكس. انا راه شوف، اولا انا ما نتاثرش بالحملات هذه، وانا حضروا معانا حتى ضيوف في بلاتو رونديفو نوف وقالوا لي حتى على المباشر، انا حتى من ضيوف ساعات كي تحرجهم باسئله ولا تناقشهم في العمق ما ينجمش، معناها ما ينجمش يواجهك فكريا او سياسيا، ولا ما ينجمش ولا يحاول يتهرب من السؤال نتاعك. دونك يطيش هالك كم تاع طفل صغير وما زلت تتعلم وشكونك انت ومنين جيت. ولكن راهو المحل السياسي في تونس مش يلزم راه عمره 50 سنة وشعر أبيض وسنيه طايحة باش يحلل، وزيد شنو هالمشهد السياسي الكبير احنا الموجود في تونس، معناه اللي يلزمه جهابذة باش يحلوه. راه المحل السياسي يكفي انك تكون مطلع وانك تكون متابع جيد للاحداث، وخاصه قارئ جيد للاحداث. انا نعتبر روحي قارئ جيد للاحداث، وعندي اسلوبي اللي نحتفظ به لنفسي. انا مانيش مطالب راهو اني نكون كما بقيه المحللين او نتشبه بشخص او نتاثر بشخص ولا نحاول نقلد محلل سياسي. انا عندي اسلوبي، عندي طريقتي في النقاش، نسال اسئله محرجه وفي العمق، وهذا اللي يستناو فيها الناس، لانه دور الاعلامي ولا الصحفي انه ينتزع المعلومه بطريقته باسلوبه. وانا نعتقد اني ناجح الى اليوم، ناجح لليوم في هذا. وراو انا اليوم فخور جدا اني نعم انا اصغر كرونيكور، خاصه كرونيكور سياسي في تونس، ونعتقد انه هذا الدفع لبقيه الشباب اللي في عمري باش يكتسحوا لا المجال الاعلامي فقط وانما بقيه المجالات. واضح، شكرا لك رياض جراد. بعد الفاصل، من هو رياض جراد؟ مسيرتك كيفاش قريت؟ شنو قريت؟ شنو المناصب اللي تعديت بهم؟ وكيفاش خاصه وصلت انك تكون محلل اليوم في قناه التاسعه؟ نحكيو ايضا على حمله التنمر اللي صارت في الايامات الاخرانيين بعد ما شفنا صوره مكتوب فيها رياض جراد ومحلل سياسي، كيفاش تعاملت مع هذا؟ رياض جراد محلل جابوه باش يعمل العرك والبوز، الجملة هذه تقلقك وإلا لا؟ وهو الصوت لتقديس الرئيس قيس سعيد. الإجابة بعد الفاصل، خليكم معنا راجعين. كل سبت كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل. انا ما درت رابر و اي اف ام ورد، ما زرت الصغير ما كبرت، وقت اللي انا مبوج يقول لي انت شدرت، كوكي وقال لي مرت صرت اي ام جيت ان ها صرت صرت جرماك، خلي الناس الكل تفهم اللي انت جرماك، باك باك يا ودي ذا اتاك ودي كليك كلاك رابر تشيك 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 سلام دانك افي ويت ما شاك هذي رابر Sweet rap, old school with rap, and we don't stop. Cookie girl, I get 'em up, hit 'em up, beat 'em up. Rap early, sit 'em up, sit 'em up, sit 'em up. برنامج الراب الأول في تونس، رابور. الدوامة. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوت يا فهم، نقول لكم مرحبا بكم. هذه الدوامة باش نبداو توت سويت مع ضيفي رياض جراد المحلل السياسي في برنامج رونديفو نوف.
زون فيرت. أول سؤال نبدأ به، من هو رياض جراد؟ رياض جراد، رياض جراد شاب تونسي من أرياف ولاية سليانة، قريت انفورماتيك في القصرين، ابن الحركة التلميذية، ابن الحركة الطلابية المناضلة في تونس، مهتم بالشأن العام والشأن السياسي منذ نعومة أظافري. رياض جراد ولد الدولة الوطنية الحديثة. رياض جراد ابن هذا الجيل. شو قريت في الجامعة؟ قريت انفورماتيك في الفاك. في الفاك بتبيع. رياض جراد ابن هذا الجيل منه، ونحاول نعبر عليه، مانيش في قطيعة مع هذا الجيل. رياض جراد من أنصار الرئيس قيس سعيد ومؤمن بهذا المشروع. هل أنت من المحللين القلائل اللي تصرح بانتمائك ووجهتك والجهة السياسية يمكن لتنتمي؟ وما عندي حتى عقدة في ذلك، وفخور جدا بأن يكون ابن مشروع بدأ مع الرئيس قيس سعيد وسيتواصل حتى من بعده، لأنه هذا مشروع الشعب التونسي. شو المشروع؟ البناء القاعدي. البناء القاعدي الشعب يريد. أي الشعب يريد. الشعب يريد. رأو شوف، ولو أنه فما هجمة رأو على الشعار هذا، رأو الشعار هذا ما جابوش قيس سعيد، معناه الشعار هذا رأو صدحت به أصوات الجماهير لا في تونس فقط، الشعار هذا رأو تهز في وول ستريت في أمريكا. الشعب يريد. أي ماذا يريد الشعب؟ الشعب يريد الحرية، والشعب يريد الديمقراطية الحقيقية، والشعب يريد العدالة الاجتماعية. ما نعتقدش كان فما زوز اليوم في تونس نجم نختلفوا على الشعارات هذه. لكن هذه الشعب التونسي انتفض في 2011 من أجل هذا. طبعا طبعا هذا هو مشروع الرئيس قيس سعيد. الرئيس قيس سعيد مع البناء القاعدي، مع هذه الشعارات اللي صادحت بها أصوات الجماهير في 2011 في العديد في تونس وفي العديد من الدول، حتى في وول ستريت كما كنت نحكي لك. الرئيس قيس سعيد مع البناء القاعدي، مع إعادة بناء النظام السياسي والإداري في تونس من المحل إلى المركزي، مع أنه الديمقراطية تكون ديمقراطية حقيقية مش ديمقراطية شكلية الفوقة كهولو تما فما حد شيء. قاعدة يا بيه. باش نتفاعل معك، كنت في الحملة الانتخابية على الرئيس قيس سعيد؟ لا، في الحملة ما كنتش موجود. ما كنتش معناها من في الصف الأول، ما كنتش موجود. ولكن أنا أعتقد أنه قيس سعيد رو ملك الشعب التونسي الكل، وملك كل واحد آمن به وصوت له، حتى في 3 ملايين نظومة قيس سعيد راهو انتخبوه بأغلبية تاريخية 3 ملايين. من وقتاش كنت مقتنع بأفكار الرئيس قيس سعيد بالتيار هذا اللي من قبل اللي من قبل حتى انتخاب، من قبل حتى انتخاب ملي كان أستاذ قانون دستور. لأنه راهو قيس سعيد، راهو الناس ما تعرفوش، راهو 30 سنة في الجامعة. أنا نعتقد لقيس سعيد هو ابن حتى الحركة الطلابية. 30 سنة قيس سعيد في الجامعة، يعني هو بالفعل ابن الحركة الطلابية، وكان محتك بالطلبة متاعه، ما كانش في قطيعة معهم، وكان يناقشهم في كل شيء. شارك مثلا في بعض الوقفات الاحتجاجية ولا بعض المواقف تاع الاتحاد العام للطلبة تونس؟ كان هو أستاذ، هو في النهاية أستاذ برشا، أستاذ جامعي. لا بتبيع، كان دائما في مساندة الطلبة ديما على الدوام على الدوام. أما أنه يشارك، شنو ما يشارك، معناه ما ماكش مش تلقاه ويعمل في أجي مع الطلب، لكن كان ديما يدعم الطلبة متاعه وينصحهم ويقف معه، هذا دائما. الرأي اللي يقول رياض جراد صوت لتقديس الرئيس قيس سعيد، لا مش صحيح. كأنك تقله يعني ما يلزم حد. مش صحيح. الرئيس قيس سعيد هو بيده، معناه يرفض أن يكون صنم أو مقدس أو فوق النقد. لا مش صحيح. الرئيس قيس سعيد نثمنوا مجهوداته، وقت اللي يلزم نشكروه، وقت اللي يلزم ننقدوه، وقت اللي يلزم ندعوه باش يعد البوصلة ندعوه باش يعد البوصلة، ما عندنا حتى عقدة في هذا، ماهوش فوق النقد معناها قيس سعيد. ولكن اليوم زاد فما معناها تحامل كبير على رئيس قيس سعيد، معناها فما ناس فشلت من الأطراف اللي فشلت 13 سنين بعد 2011، أطراف سياسية فشلت اليوم تتحامل على قيس سعيد اللي ما عملوهوش هما في 10 سنين، وتجربة التوافق ما بين النهضة ونداء تونس، الناس اللي ما عملوهوش في 5 سنين يحبوا يعملوا قيس سعيد في عام.
يعني هذا تحامل كبير، ما تنجمش يكون الراي هذا راي موضوعي معناه. ترى حسب يعني اي حاجه اليوم تصير في البلاد، كل ما جاد جديد في البلاد ما نعرفش حتى يصير اكسيدون، ما نعرفش وين قيس سعيد. ايواكم انتوما شنو عملتوا في العشر سنين هذوما؟ اليوم حتى الناس اللي تحكي على حوار وطني، حتى كان ربما تنجم بعد سنين، يعني حوار وطني مع من؟ مع من كان طرفا في المشكل، مع من عمق أزمة البلاد، مع الناس اللي تنكروا لمطالب الشعب التونسي، مش نعمل معهم حوار من أجل ماذا؟ الحوارات الفوقية الوهمية هذه اللي جربناها قبل وفشلت من أجل ماذا؟ من كان طرفا في المشكل هيني نجم يكون طرفا في المشكل. ترى حسب تقييمك بعد عام من توليه، عام واكثر شويه توليه منصب رئيس الجمهوريه، تقييمك راضي عليه؟ ناجح ما نجحش؟ مازال ما نكذب عليك اذا نقول لك راضي 100%، ولكن انا الحاجه اللي متاكد منها محمد، اللي متاكد منها قناعه، انه قيس سعيد رجل وطني صادق نزيه. لأول مرة في التاريخ ربما انتخبنا رئيس ضامنين على الأقل حاجة، أنه ما هوش باش يسرقنا وما هوش باش يكذب علينا. ونزيدك أكثر من هكا، اللي صار في 2011 نعتبرها انتفاضة، ونعتبر أنه فما ناس جاونا من وراء البحار وركبوا على احتجاجات الشعب التونسي وما طالبهم في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. ولكن نعتبر الثورة الحقيقية صارت في 23 أكتوبر 2019، ثورة هادئة بنفس ثورة الصندوق، بنفس أدوات هذه المنظومة التي لا زالت لليوم تحارب في قيس سعيد وأنصار قيس سعيد وجمهور قيس سعيد والشعب التونسي في النهاية. واضح، باش نقعد معك في النقطة هذه. يعني اختيارك ككرونيكور في بلاتو رونديفو 9 كان اساسا بناء على انك من مساندي الرئيس قيس سعيد. مش هذا فقط، لانه تمثيليه الشباب اولا، وبالطبيعه لعده اعتبارات اخرى، منها بالطبيعه اني احد انصار رئيس قيس سعيد. يعني الاختيار تاع الكرونيكور يكون حسب كل واحد وجهته وانتماء. باش نحقق توازن. اليوم شوف، اذا فما ميزه اليوم في بلاتو رونديفو 9 في قناة التاسعة، انه اي مواطن تونسي صوته موجود في البلاتو هذا. يعني اللي مع حركة النهضة واللي ضدها واللي مع الحكومة واللي مع الرئيس، تقريبا كل التوجهات لي توندونس الموجودين في البلاد الكل اليوم موجودين في بلاتو رونديفو 9. هذاك علاش اليوم انا نشوف في حملة وهجمة كبيرة على البلاتو وعلى قناة التاسعة رايح الحقيقة غير مبررة بالمرة، وهي من جهة بعينها. اليوم البلاتو متاع قناة التاسعة يعبر على الناس الكل، يعبر على الناس الكل، ألا وهي جهة اللي تعتبرها قاعدة ترسل وتضايق في البلاتو متاعك؟ ائتلاف الكرامة أساسا، مثلا ائتلاف الكرامة أساسا، لأنه ائتلاف الكرامة الكلاش اللي صار بيني وبين سيف الدين مخلوف مثلا اعتبروه انه هجمة. هو في حضوره أولا، كان في حضوره وفما اللي دافع عليه وفما اللي ينقده في البلاتو، هذا عادي. سيف الدين مخلوف اللي نقدم له بالتعازي في وفاة والدته اليوم، توفيت اي بتبيع، وانا راه ملتزم بهذا. اليوم ماتت امه الله يرحمها وينعمها، ونعزيه سيف الدين مخلوف في وفاة والدته، وانا نلتزم انه على الاقل في ثلاثة ايام هذوما مانيش باش نجبد سيف الدين مخلوف بحتى كلمه. ومش مشكلة، والاختلاف لا يفسد معناه للموت قضية، وللموت حرمتها وللموت القدسية متاحة طبعا. وهذه أخلاقنا احنا، وهذا اللي ربينا عليه تتربينا عليه في عائلاتنا، واللي تربينا عليه حتى في المدارس السياسية والنقابية اللي مريت به. به تقدم نفسك انك الناطق الرسمي للاتحاد العام لطلبة تونس. أفريل 2020 الاتحاد العام لطلبة تونس يأكد انه رياض الجراد منتحل صفة ولا علاقة له بالاتحاد. فما قضية ظهر لي في الغرض اليوم، ما نعرفش هل تعترف انه فما مغالطة صارت ولا فما سوء تفاهم؟ شوف، فما حتى قضية أولا، القضية هذه نسمع بها، سألت قلت لك هل فما قضية في الغرض ولا قضية؟ ما فما حتى قضية، وما ينجم حتى واحد يرفع بي قضية في هذا الشأن. ولكن كل ما في الأمر أنه الاتحاد العام لطلبة تونس، المنظمة الوطنية الكبيرة هذه، والقاسي والدين، يعني الناس المرت بالجامعة تعرف هذا، من الهيكل النقابي المؤقتة في 72، الاتحاد العام لطلبة تونس يعيش ازدواجية هيكلية. يعني فما زوز أمناء عامين، فما زوز مكاتب تنفيذية، من المركزي إلى القاعدي معناه.
يعني يعني هذا ما هذا هو الموجود في الاتحاد العام طلب التونس. معناه ما فما حتى واحد ينجم يعطي سكوك الشرعية والنضالية لأي شخص في الاتحاد العام طلب التونس إلا الجماهير الطلابية نفسها. يعني رياض جراد كان في يوم الأيام ولا لليوم الناطق الرسمي؟ بتبيع أنا الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام طلب التونس في مؤتمر رد الاعتبار للحركة الطلابية. هذا الهيكل اللي يمثلون علاش فما مال التهمة هذه انتحال سيفة وتكذيبك وغيره. اي كما انا شوف كما انا هو شوف من جهتين راه حتى انا الطرف هذا اللي يعتبرني انا منتحل سيفة في الاتحاد انا بيدي نعتبره منتحل سيفة زاد. ولكن بموضوعية انا تو حكيت بموضوعية باش ما نسيئش للمنظمة وتاريخها وارثها العظيم. الاتحاد العام لطلبة تونس من الهيكل النقبي المؤقتة يعيش ازدواجية هيكلية والقاسي والداني لليوم اللي مروا بالجامعة التونسية يعرفوا هذا جيدا. وما ينجم كما قلت لك ما ينجم حتى واحد اليوم يقدم سكوك النضالية أو المشروعية لأي مناضل أصغر مناضل في الاتحاد العام لطلبة تونس. وهذه لما حال خلافات داخلية داخل الاتحاد أنا أصلا ما نحبش نخوض معناه في شأنها برش. ما تحبش تدخل فيها اليوم في ما نحبش ندخل بها برش لأني ما نحبش نسيء للمنظمة اللي كبرت وترعرعت فيها. ولليوم أنا مدين للاتحاد العام لطلبة تونس المدرسة العظيمة هذه بتكويني والسياسي والنقاب. لكن مش غريب هكا في بدايتك ولا انطلاق مسيرتك على القليلة في الإعلام كمحلل سياسي نلقى تشكيك وتشكيك كبير هوني كنقولوا انتحال سيفة ولا يكذب سامحني على الكلمة ولا لا ينتمي ولا لا يمثل ولا غيره من الكلام. ما تعتبروش يمس من المصداقية متاعك مثلا في البلاتو في حد ذاته؟ لا أول حاجة البلاتو أنا ما جيش لأني ناطق رسمي باسم الاتحاد العام طلب التونس. هذا أولا كان أهم صفة تقولها على روحك يتم تكذيبك فيها بتبيع. أي ليه مش صحيح؟ لأنه مش صحيح لأنه شوف وشكون هو يبت في انتحال السيف انتحال السيفة من أي مواطن اليوم ينجم يمشي مثلا يبت مثلا يشكك في أنه نور الدين الطبوبي مثلا أنه ما هوش الأمين العام لاتحاد العام تونسي الشغل. شكون يقول صحيح ولا غلط؟ القضاء طبعا. والناس اللي تدعينا رفعت قضية ما رفعت حتى قضية واليوم للقضاء أنا ما عايت ليش دونك هما اللي يكذبوا. هذا أولا. وثانيا راو كما حكيت لك شوف انا ما نحبش نسيء للمنظمه ما نحبش ندخل برشا في التفاصيل هذه لكن ما فما حتى قضيه منشوره ضدي في الغرض في هذا. وبالتالي اللي حكى على انه رياض جراد منتحل سيفه هما اللي يكذبوا والاتحاد يعيش ازدواجيه هيكليه ولكنها هذه خلافات داخليه تبقى ما بين ابناء وبنات الاتحاد العام لطلبة تونس. وانا كما قلت لك نتشرف جدا اني مريت بهذه المدرسة العريقة. واضح نحترم هذا فيك. السؤال اللي بعده حملة من التنمر وانت متابعة طبعا من الجيل تاع الديجيتال فيسبوك انستغرام وغيره حملة من التنمر ما نعرفش تبعتها ولا على تصويرة مكتوب فيها رياض جراد نقطتين محلل سياسي ومن ثم بديت كل واحد يهبط شنو الاختصاص نتاعو واختصاصات وهمية طريفة مبالغة فيها كأنهم يعني يعبروا اللي رياض جراد كأنه مش بالحق محلل سياسي. كيفاش تقراها؟ كيفاش تشوف اللي اليوم على الفيسبوك هذا اللي قاعد يصير؟ كيف ما حكيت لك بكري فما ناس استنست بالصورة النمطية وبالطابع النمطي متاع المحلل السياسي يلزم يكون عمره 50 و60 سنة وشعره أبيض وسنية طايحة وهذا هو. هم استنسوا هكا صورة نمطية متاع محل سياسي يزم كبير ويعتقدوا اللي المحل السياسي يزم يكون جهبذ كبير معناه باش يحلل المشهد السياسي العظيم في تونس اللي نشوفه فيه تو. لكن لا ما قلقكش ما قلقنيش أنا والله العظيم. أولا نشوف وفما زاد جانب آخر فما ناس حفنة من الفشلة والحاقدين والمرضى النفسيين باش يحقوا ليه الناس اللي تعمل في هذا معناها نحكي لك في المطلق الناس اللي يعملوا في الحملات هذه باش يحقوا توازنهم النفسي الكاذب وباش يعني ما يظهروش العقد نتاعهم يسبوا اي واحد ناجح اي واحد ناجح تعتبر لا اكثر ولا اقل. وفما جانب ثالث زاده انه الحقره للاسف احنا اليوم نعيش في مجتمع نتاع حقره فهمت حقره كيف يعني. هذا جاي من الريف من سليانة 24 سنة أصغر كرونيكور يحكي سياسة فما هذا موجود موجود للأسف اليوم هذه أمراض مجتمعية نعيشوها فما الناس ما تقبلش شنو إنسان جاي من الريف ويحكي بالقا ويناقش سياسة لا ممنوع خط أحمر. فما ناس هكا للأسف راهي مازال في مجتمعنا فما أمراض وعقد من نوع هذا موجود. لا ممنوع عليك يلزمك أنت أقصى طموحك كشاب عمرك 24 سنة جاي من سليانة من الأرياف
تحكي بالجي ماكش ابيض عينيك ما مش زرق، يلزم اقصى طموحك موظف تاخذ في شهريه وتسكر فمك. هذه امراض موجوده بالحق. وانا تعرف شنو اللي قلقني؟ فما ناس معناها من كيفي، فما ناس كيفي وما تقفش معاك في هذا، ما تقفش معاك تعتبر ما فهمش معاك. والتو يخزونا، فما ناس التو بالحق يخزونا، ناس من 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 وراء البلايك، ويلزم تكون محدود في كل شيء. لا، النجاحك على فئه معينه، انت لا. دونك اللي صار، اللي صار اللي صار اللي صار ونعتبرها ثوره حقيقيه في الاعلام. لو كنت تقول فيه كلام مهم يمس وختير على فوا، كي تقول لي لليوم مازال التقسيم هذا نتاع ما يتكلم بالجي وما ختير محمد احنا شفنا فهل الكلنا هكا كي تقول لي ورا البلايك كاين فما تلميح الديكلاراسيون تاع مريم الدبيغ. اي شفنا تيبو مريم الدبيغ، ما شوف انا مانيش في والدي نرجع على مريم الدبيغ، يعني مانيش حاجه. ليه قلت لك تلميح؟ لكن اي موجود، هذا موجود اليوم مادام يتحكي في الاعلام، اذا هو موجود اليوم. فما ناس بالحق شكون هما ذوما جماعة ورا البلايك، وشكونهم هما وباش يحكيوا معانا وباش يقارعونا وباش ينجحوا كيفنا وباش يطلعوا؟ لا، يلزمك تكون محدود في كل شيء. للاسف للاسف انا هذا راهو نحكيه بكل مراره، لانه فانت كونت احنا من المفروض كلنا توانسه، ومن المفروض معناها ناس ناضلت في بعد الاستقلال باش نقطعوا مع العروشيه ومع القبليه ومع الجهويه ومع هالامراض المجتمعيه هذه. لكن للاسف اليوم فما ناس تحب ترجعنا بالتولي. نورمالمون الكلام اللي تقول لي فيه هذايا، فما ناس يسمعونا تو باش يقولوا كلامه صحيح، ومؤسف ان نلقاوها في 2020 شاب ومحلل سياسي يحكي بالطريقه هذه. لكن فما زاده شيها اخرى باش تقول لك شعبويه، وقاعد يتخبى وراء هذه الشمعات نتاع الجهويات، وقالوا والقا والارياف وكل. انت تحكي فيه بمراره، معناها متاكد مادام وصلت قلت لي الكلام هذا سيكو وصلوك حاجات وسمعت حاجات حتى على الفيسبوك ولا حاجه. اي هذا موجود، هذا موجود، هذا ناكد لك اللي هذا موجود. ولانه ما عنده حتى مبرر. من المفروض معناها الشباب اليوم كيف يتقلد اي موقع، من المفروض نشجعوه. يا سيدي انا مثلا محلل سياسي غير كفء، اي نتطور، وين المشكل معناها؟ وين المشكل؟ فما حتى مشكل، الناس الكل نتعلموا والناس الكل نتطوروا، وانا راهو معناها ساقية على الارض ومازلت ديما نتعلم، راهو ديما نتعلم. خرق العادة، انا انسان ديما نتعلم ونتعلم من الكبار نتاع العالم، وما عندي حتى عقده في ذلك. واضح خرق العاده. هذا الكلام الباهي اللي باش نحكيوه، زاد تو باش نحكيوه على الجانب الشخصي، باش نقربوا لك شويه نحكيوه معاك. ما نعرفش اشاعات مش اشاعات، الغايه منها تشويهك، ما حقيقه الكلام اللي قاعد يتقال ولا اللي تحكي عليك في يوم من الايام وانت وضحته بصور وقلته في الاعلام، لكن مش نعاود نسالك عليه في الفقره هذه، ونحب الاجابه نتاعك تكون صادقه وصريحه ومباشره. نحب نسألك على مثل شعبي يقول لي تعتبره صحيح ولا لا؟ ما فماش دخان ما غير نار. صحيح؟ مش ديما. مش ديما. مش ديما. نسبة الخطأ فيه ضعيفة. 50-50. كيما ينجم يكون صحيح كيما ينجم يكون غلط. باهي، علاش مثلا فما كلام تقال على علاقتك بوالدك، والبعض يعتبرك كلمة ما نحبهاش، البعض يعتبرك الطفل العاق. شوف هي شنو هي المشكلة؟ أنا حبوا ريت طلعت في كيف ظهرت في قناة التاسعة، ولو أنه أنا قبل قناة التاسعة معناها ظهرت برشا في العديد من وسائل الإعلام بصفتي ناطق رسمي في الاتحاد العالمي طلبة تونس، وكنت نعبر على مواقفي معناها بنفس الجرأة وبنفس الوضوح. لكن كيف وليت كرونيكور قار في رونديفو نوف على قناة التاسعة، دونك ثم ناس تقلقت، من استقلقت، وخاصة معناها بعد الكلاش اللي صار ما بيني انا وسيف الدين مخروف. دونك من الاول بون ما ينجموش يقولوا لي منظومة قديمة، ما ينجموش يقولوا لي زلم، ما ينجموش ما عنديش ملفات فساد أخلاقية أو مالية أو شيء من هذا القبيل، ما زلت شاب صغير عامل العمر يخدم الخط في الخطة الأولى، في الخطة الأولى في طريقي هوني عامل العمر يخدم، عامل العمر يخدمني وأنا ما عنديش عقدة من عمري، بالعكس هذه راهي حجة ليا مش عليه. دونك حاولوا يلعبوا لي على النقطة الأولى أنه طفل صغير. يا أخي عملوا لي دعاية عكسية، بالعكس طفل صغير ونتشرف وهذا ونعب. واليوم راهو المجتمع التونسي راهو في أغلبه شباب،
اعطيني هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه من بعد شنو مش يلعبوا لي من بعد؟ قالوا راهو عايق والديه بوه خاصه، وفي نفس النهار اللي هبطوا فيها هما الإشاعة مشيت انا بحذا بابا، بابا حداده مهنه الانبياء، مشيت بحذا بابا وعملت انا وياها تصويره هبطتها وقتها، وانا وبابا وقت نبتسموا ونحتقروا الاشاعات هذه ونستهزئوا منها. دونك وهما يعرفوا طبيعه المجتمع التونسي، طبيعه المجتمع التونسي ما ينجموش يقبلوا راهو عايق الوالدين، ينجموش يقبلوها. اي ينفروا طبعا. أي. دونك حبوا يلعبوا لي على النقطه هذه، ولكن علاقتي ببابا علاقه جيده جدا، وانا اسبوعيا تقريبا كل اسبوع نروح الكسرة ونطلع على بابا وعلى عائلتي بصفة عامة، وعلاقتي جيدة جدا مع بابا وما فما حتى إشكال. فخور بيك بوك. فخور بي جدا، والناس تقريبا كانوا يجيوا البابا بشكل يومي، راو ولدك راو يسب، ولدك راو يسبوا فيه، ولدك راو يشوهوا فيه، ولدك راو البوليسية يتبعوا فيه، راو أيوة بوك كان فخور بيك. يخوفوا فيه معناها بابا، لكن بابا يقولهم الحمد لله انه انكم تجيوا وتقولوا لي راو ولدك راو عنده مواقف راو يسبوا فيه يشوهوا فيه، ما جيتوش قلتوا لي راو ولدك سارق ولا ولدك راو فاسد ولا شيء من هذا القبيل. بابا فخور بيا برشا وانا فخور به برشا، وعلاقتي بعائلتي طيبه جدا وانا قوي بهم هما فعلا. شنو الحاجه اللي عملها بوك ولليوم ما تنساهاش، لحظه عشتها مع بوك ولا تضحي عملها والدك ولليوم تكون لك هي سبب قوه ولا؟ والله يشوف بابا حياته الكل كانت تضحيه. بابا ما احنا خمسه اخوه في العائله، بابا كان يخدم بالخدمه والخدمتين والثلاثه، الى جانب انه حداد كان يخدم في خدم اخرى معناه، وتعب علينا برشا باش نجم يقري خمسه صغار. اليوم الحمد لله معناه المهندس الممرضه ممرضه، المعلم استاذ استاذ، انا زاد الحمد لله توا معناه نخط في طريقي بثبات ونجاح ان شاء الله. ويعني بابا تعب علينا برشا وجبين ويتباس مليون مره في النهار وما نوفيش حق بابا، ربي يفضل تعب علينا برشا. عايشك وان شاء الله ديما تكون مصدر فخر لوالدك. عايشك. باش نتعداو النقطة اخرى، السيد المحلل السياسي اللي اليوم يظهر في الاعلام، اكيد عدد المعجبات قاعد يزيد والمساج، هاي التبسيمه ظاهره نتاع زياد بالكدا ظاهر قفزه نوعيه عمل حتى اللوك، صحابك قالوا تبدل في اللوك، المشطه تبدلت واللحيه، قالوا صحابك صدقني لي. ليه؟ ليه صدقني لي؟ كيراتين كيراتين لا 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 انا كما انا، لا كيراتين لهم يحزنون، انا كما انا في لبستي في قعداتي كان الكونت تبدل كل شيء كل شيء. الكونت بونكير لاحظت الكونت بونكير تبدل عدد الاصفار زاد قالوا لي لاحظت الكونت بونكير. لا لا مو صحيح، مازال مو صحيح، مازال في بلاصتو، مازال في بلاصتو، باش تصبوا الكل رابيل. كي نحكيو على الجانب الاخر والمعجبات باش نحكي معاك حب. يعيش في قصه حب السيد المحلل السياسي اليوم؟ اي نوعا ما. اي نوعا ما فما حاجه، هو عشت معناها تجارب سابقه، لكن فما العلاقات العابره، فما العلاقات اللي ما تدومش برشا، فما العلاقات اللي شوف، وانا راهو الحقيقه ما عشتش طفوله عاديه وما عشتش فتره شباب عاديه، معناها انا كنت انجاجي، انا شاب معناها عندي مواقف وكما تشوف معناها ونتسب ونتشوه وكذا، دونك فما حتى اللي يخاف راهو، حتى اللي يخاف من العلاقات مع انسان من النوع هذا، فهمت، خاصة في الجيل هذا الموجود توا، فهمت، لكن الحمد لله توا نعيش معناها قصة حب جدية. الحاجة الباهية انه اللي نعيش معاها قصة الحب هذه نتقاسم معاها آراء ونتقاسم معاها أفكار ونتقاسم معاها مواقف، وأنا راهو زاد السيد الرئيس قيس سعيد أنا لا أيوة لا لا من أثر شكون لكنها ماهيش معادية، ليه هي ما ليه ما هيش معناها مرتبطة بحزب أو بشخصية ما، ولكن عندها مواقف معناها عندها مواقف تشبه لي على الأقل في الخطوط العريضة، لأنه أنا مش من أنصار قيس سعيد فقط، أنا معناها ولد المدرسة الاجتماعية. أنت من أنصار جدا قيس سعيد، مش من أنصار فقط، من أنصار جدا. وفخور بذلك. وفخور بذلك. أنا باش نقعد في فتاة أحلامك، ربي يهنيك وإن شاء الله نسمع لك الأخبار الباهية، باش نعطيك بعض المشاهير لسامي وقول لي شكون الأقرب إلى قلبك، معناها في المواصفات في الأوصاف تقول هذه أي وهذه لا. باهي نبداو الاسم الأولاني، عايشة عطية. لا لا تقييمك
اللي ما نتبعهاش برشا الحقيقه. ماني اول حاجه انا ما نحبش نقيم العباد. فمتو به قربها قربها من قلبك قديش من واحد لعشرة؟ قديش قربها من واحد لعشرة؟ صفر 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 يا لطيف. صفر خويا. شنو هل الجفاف العاطفي؟ ليه مش جفاف عاطفي؟ ما تنجم تمثل لي هاجس عايش عطية معناها في شنية بالضبط؟ شنية النجم أنا شنية القواسم المشتركة اللي تنجم تكون بيني وبين عايش عطية؟ باه شنية؟ أنها مزيانة فما برشا بنات مزيانات الحمد لله معناها نساء بلادي جميلات ونصف. جميلات ونصف. عندك شعارات قاعد نشوفها. اي جميلات ونصف خويا. شيء كبير باه لسه من بعده عزة سليماني. القسم مشترك ربما انها قريبه برشا ليا في العمر يمكن. شابه نجحت الى حد ما في مجالها هذا هو. ولكن قداش قربها القلب من واحد لعشر؟ 2% 2% معناها 0.2 راهو على 10 2 على 10 ناخذ 10 2 على 10 نرمين صفر نرمين صفر خويا. هاي مؤثره من بين 100 امراه مؤثره في فريق هي في اللي تعمل فيها هي مؤثره. اثرت فيك؟ لا انا ما اثرتش فيا في الكونفينمون. انا فما لا ما اثرتش فيا انا فما نماذج معينه تنجم تاثر فيا كما قلت لك انا مانيش شكل مانيش شاب عادي معناها انا شاب نحتفظ لنفسي بمواقف واراء وكذا. قديش نرمين صفر على 10 خلينا ناخذوا فاصل 2% زاد 2 على 10 والاسم الاخير مريم الدباغ. صفر على 10 مريم الدباغ قربها لقلبك زاد صفر على 10 ليه صفر على 10 خاصة انه مريم الدباغ خاصة في التصريحات الأخيرة اللي تعمل فيها ما تنجمش تكون نابعة من شخصية سوية. هي جريئة وقوية. لا لا سامحني عاد الجرأة ساعات تولي قلة حياء. هي تعتبرها فات مرحلة الجرأة؟ لا فات مرحلة الجرأة وتحولت لقلة الحياء. في يوتيوب كي نعملوا ريشيرش صغيره نلقاو موجهه رساله لك انت انا في اليوتيوب فما اي امورها امورها توجه رساله ما تنجمش تكون لي هاجس وما تنجمش تاثر فيا سواء اذا تشكرني ولا اذا تسبني معناها فهمت. لكن ما نجمش نقبل انا انه وحده كيما كماري من الدباغ تحتقر معناها فئات وجهات باكملها اللي تعمل فيهم عيب كبير. هذا اش تقول لها؟ عيب كبير عيب كبير تعمل فيها عيب كبير. كنت تنصحها نصيحة وفانت كونت الكل نتوانسة الكل نتوانسة وما فماش حاجة راهو في بالي تجاوزنا مرحلة الجهويات الجهويات هذه والقبلية والعروشية ونطلعوا لبناء تونس أخرى جديدة تسع كل أبنائها. واضح شكرا لك رياض جراد. باش ناخذوا فاصل بعد الفاصل باش تعطيني سر علاقتك بنادي عكاشة. شنو العلاقة؟ كيفاش تعرفها؟ منين تعرفها؟ وهل تعرفها ولا لا؟ طبعا باش نحكيو معاك أيضا على رأيك في تعيين الأمين العام السابق للحزب الدستوري الديمقراطي محمد الغرياني مستشارا للراشد الغنوشي وأيضا لشكون رياض جراد يقول له أنت أكبر كذبة في تونس اليوم. فاصل وراجعين. الخمسة متاع العشية غاسين كاري ايوان سوكم في المرويح من القرية والخدمة سامي بن نور وبقية الفريق. مرحبا بكم الجروب حاضر بعد عملية التعقيم على يميني جميلة الشيخي بن مالك يلا يرجعنا كذلك ابراهيم الطايف تنابع لك خونيكور شادي عرفاوي على يميني عبد الستار عميمو يلا بهضة عبد الستار فرح برجب غازي عايد سوس المعالج EFM أحلى راديو. مرحبا بكم أنا جعفر الجيزبي تشوفوني كل نهار جمعة 9:15 على قناة الحوار في برنامج كاش ولا سبلاش. جوست حبيت نقول لكم كلمتين اللي أبرتير من الجمعة هذه ربحت 100 ملايين أرقام قياسية في الربح أبرتير من الجمعة هذه. الحاضر يبلغ الغايب أبعث SMS على 85811 واكتب سي بالك يا أخويا تربح 100 ملايين سي على 85811. الدوامة هي فيما على راديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم وصلنا الجزء الأخير في حوارنا لليوم مع ضيفي المحلل السياسي الشرس اللي يعيش قصة حب عنيف رياض جراد. نتعدى معاك توت سويت أليرت روش. أليرت روش رياض جراد أنت أكبر كذبة في تونس اليوم. شكون نقولها معناها؟ تفضل. ها؟
حسيتها موجهه لي انا. نوجهها للي قلت له. شوف هي من المفروض سيف الدين مخلوف لو اني تعهدت معناها ملول اللي ما عادش نجبدو قبل ما يفوت 3 أيام على الفرق نتاع عمر. والله نعرف. وانا نحب بارونتيز صغير في النقطة هذه ونتعدى. كي تقول له الكلمة هذه مثلا وكي تقول له انت من الناس اللي عملوا عملية سطو على الثورة وانت كنت مخبر وانت كنت وانت كنت وانت كنت هل هذا طريقة نخاطبوا بها نايب؟ دو ما هو دليلك على هذا؟ شوف ساهر قولوا الكلام. شوف اسمعني محمد، انا اولا فما حاجه يحبوا يلصقوها فيا انه رياض جراد نتاع تتيح قدر ونتاع تشليك ضيوف، وهذا غير صحيح تماما. وانه رياض جراد معادي بين ظفرين لاطراف بعينها، هذا غير صحيح. ولاحظ جيدا انه بعد سيف الدين مخلوف جاونا ضيوف من قلب تونس وجاونا ضيوف من حركه النهضه، وكنت محترم جدا معهم، وهذا رواج بان يكون محترم. ما هذا رواج مش بطلب ولا مش هذا واجب. لا 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 لا، حتى واحد ما يفرض علي حتى شيء غادي، لكن هذا واجبي ومن منطلق المهنيه انك تكون انك تحترم الضيوف. لكن هذا مش معناها اني نمسح على الضيوف واني نجاملهم، نناقش في العمق ونسالهم اسئله محرجه باش ننتزع المعلومه، لانه انا دوري اني ننتزع المعلومه لاناره الراي العام، هذا دور الاعلام والصحفي. راه تكذب، عملت عمليه سطو ولا به ما سرقت الثوره بالنسبة من اللي عملوا الثوره، تقول له انت كنت مخبر باصحابك الطلبه بالنسبه، ما هو دليلك على هذا؟ بالنسبه لسيف الدين مخلوف ما كان عندي حتى حل الا اني نحكي معاه بتلك الطريقه. علاش؟ لانه سيف الدين مخلوف في حاجه انه اول ما يدخل اي بلاتو يحاول يحقر الناس الكل ويبدا يعيط ويستفز في الناس الكل. احنا في البلاتو هذاك خليناه دارجين يحكي وحده. حبيت ان نتفاعل معاه، دخل فيا مباشره بشكل مجاني معناه. دونك انا انسان غير محترم، ما نجم كان نهبط معاه للقاع وبعد انا نترفع ونخليه في القاع. هذا اللي عملته انا بالنسبه من حيث المضمون. أي. نعم سيف الدين مخلوف لا علاقه له بالثوره به، وهذا مش انا نقوله، يقولوه محامين زملائه. كان مخبر، هذه شهادات، نعم شهادات من كليه الحقوق والعلوم السياسيه في تونس اللي قرا فيها هو، كان واشي ومخبر بزملائه في الجامعه. وانا راهو فما بعض المصطلحات ما حبيتش نقولها، معناه ما حبيتش نقولها احتراما للذوق العام واحتراما للمشاهدين. انا قلت مخبر وواشي، ولكن بالعاميه التونسيه هو قواد وسباب بزملائه في الجامعه، وهذا مثبت وفما شهادات نجم ترجع لزملائه في كليه حقوق العلوم السياسيه. بالاضافه الى ذلك، علاش انا قلت له انت اكبر كذبه في تونس؟ شنو هي الشعارات اللي طلع بها سيف الدين مخلوف واليوم وليت عنده كتله في البرلمان؟ طلع بشعار الملح خويا، طلع بشعارات مش نجيب لكم البترول، باش نجيب لكم الملح، باش نطرد سفير فرنسا. الناس هذوما خدموا بتصوير قيس سعيد، بتصوير الاستاذ قيس سعيد قبل الانتخابات. سيف الدين مخلوف في الحمله كان حاطط تصوير قيس سعيد بجنب تصويرته، ويقول لهم انتخبونا احنا في التشريعيه وانتخبوا الاستاذ في الرئاسيه. من بعد تنكروا له ولاو يسبوا في قيس سعيد وتحالفوا مع الناس اللي كانوا يقولوا عليهم فاسدين وصهاينه وكذا، اللي هو نبيل القري وقلب تونس، اللي انت كنت دافع عليه في يوم من الايام. ساعه باش نقفل ونرجع لك، خلينا نقفل موضوع سيف الدين مخلوف. نعتذر يمكن الظرف ما لازمناش نحكي على سيف الدين مخلوف. الله يرحم امه، الله يرحم امه، مش باش نرجعوا له نعتذروا على هذا، حرمه الموت يعني ما نجموا كان نحترموها. باش نرجع تقول بعد تحالفوا ولاو تنكروا لقيس سعيد، وانت زاد في يوم من الايام كنت تدافع وترمي روحك باش تدافع على نبيل القروي وقلب تونس، ومن بعد تنكرت. هذا غير صحيح، مش نقول لك علاش، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قالهولك محمد امين متيرو، اسمعني وقال لك راك كنت تعرض في روحك على قناه نسمة. غير صحيح، غير صحيح، انا كنت نطلع ما كنتش تعرض في روحك على قناه نسمة. ليه؟ اني نخدم مع قناه نسمة. غير صحيح، غير صحيح، ما طلبت من حتى واحد اني نخدم في قناه نسمة، غير صحيح بالمره. انا كنت نحضر في قناه نسمة كيف اي وسيله اعلام باش نعبر على مواقف الاتحاد العام لطلبه تونس، هذا واحد. اثنين، انا مثلا
بصيفتي في الاتحاد العام لطلبة تونس وما كانش موقف شخصي، كان موقف داخل المنظمة اللي كانت على الدوام مع حرية الرأي والتعبير. نعم ساندنا الاتحاد العام لطلبة تونس مؤتمر رد الاعتبار، ساندنا قناة نسمة وقت جاءوا مثلا يحبوا يسكروها باهي وعملية إيقاف، وساندنا عملية إيقاف وساند لم أساند شو اعتبرت؟ ما ساندت حتى مرة. شو اعتبرت؟ ما اعتبرت حتى شيء. مش إيقاف سياسي؟ لا مش إيقاف سياسي، عمري ما عطيت فيه حتى رأي أنا إيقافنا بالقرب، لكن أنا ساندت صحفي قناة نسمة وقت اللي حبوا يسكروا نسمة، ولليوم ولليوم نساند أي وسيلة إعلام يحبوا يجوعوا العاملين والخدام اللي فيه. هذه مواقف مبدئية، معناها أنا اليوم نتعاقب على موقف مبدئي عطيته. أنت اليوم إيه فهم؟ اليوم إيه فهم يطردوا خدمتها ولا العاملين فيها ولا حاجة؟ تلقاني بنفس الموقف وبنفس الوضوح وبنفس الجرأة نساند وسائل الإعلام والعاملين فيها. أحترم في كذا كل الاحترام به. شو رأيك في تعيين محمد الغرياني مستشار لدى الغنوشي، نحكي على الأمين العام وآخر أمين عام للحزب التجمع الدستوري الديمقراطي؟ أسقطت ورقة التوت عن حركة النهضة وعن راشد الغنوشي. يعني راشد الغنوشي الذي عاد من بريطانيا عقب احتجاجات الشباب التونسي في 2011، حركة النهضة وقياداتها اللي كانوا من وراء اللي كانوا خارج حدود الوطن وركبوا على 14 جانف 2011 وبخروا أحلام الشباب التونسي وطعنوا استحقاقاتهم وتنكروا لها. اليوم والناس اللي قدمونا رواحهم على أنهم قوة من قوى الثورة اليوم يعينوا آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي اللي من المفروض قامت عليه الاحتجاجات. واضح. ما نعرفش تبعت المشكلة الكبيرة تاع هلال الشابة ولا لا؟ تبعت شوية اللي صاير؟ اي تبعت شوية بين الجامعة وديع الجري. تبعت شوية تبعت وين وصلت؟ شفت البارح الصور اللي قاعدين يدوروا مثلا اللقاء اللي جمع الهيئة هلال الشابة مع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، والصورة كان موجود فيها ياسين العياري. شو رأيك؟ والله شوف أنا في الكورة الحقيقة ما نفهمش برشا محمد، معناها في الكورة بالحق راني ما نفهمش برشا ومانيش مطلع معناها بشكل كبير، لكن شنو رأيي؟ كالعادة 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 راشد الغنوشي يحاول توظيف كل شيء في البلاد هذه به لصالحه. بما ان حكينا على رئيس مجلس النواب باش نسمي لك بعض الاسامي في المجلس وانت بكلمه قل لي قاعد يقدم بالمجلس يعطل في المجلس ولا يوخر بين. حاضر نبداو. راشد الخياري. راشد الخياري مش المجلس كاو، راشد الخياري يوخر بتونس مش حتى المجلس كاو، معناه يوخر بتونس. سامي عبو. سامي عبو سامي عبو تقدم الحقيقة بالمجلس واضح. وعندها مواقف واضحة على الأقل. فيصل التبين نحترم فيه وضوح، يقدم بالمجلس وواضح وصريح، معناه ما تنجمش تلومه على مواقفه الواضحة والصريحة الحقيقة. في إطار مساندتك لأنه ينتمي للشمال الغربي هذا ولا مقتنع برأيك؟ لا بتبيع فما بتبيع فما النزعة الذاتية، ولكن لا احنا اكبر من التصنيفات هذه الشمال الغربي والجهوية. لا تجاوزناها ولكن بالحق انا نحترم. انا شوف محمد على فما برشا ناس نختلف معاهم راه، لكن اي واحد واضح وصريح انا نحترمه على وضوح وصراحته. ياسين العياري يقدم. لا يقدم ياسين العياري يقدم. تقديم ياسين العياري برشا ناس يعتبروه كاشف الخور واللي قاعد يحاول يصلح في البلاد. هذا جيد، هذا جيد ونحن نشد على كل واحد يكشف الفساد ويكشف الخور، ولكن زاد ندعو السيد النائب ياسين العياري انه يكشف فساد الناس كل، معناها ما يكونش طرح ملفات الفساد، ما نحبوش يكون انتقائي. ترى وضح له انصحه شكون مثلا ملف تحب يحكي ربي يحكي لنا على ملفات الفساد مثلا نتاع حركه النهضه، لانه ما نتصورش فما فساد حلال وفساد حرام في تونس، ما نتصورش كان في حركه النهضه ما عندها حتى دوسيات فساد، معناها واضح خاصه انه فما قضايا منشوره اليوم في القضاء. سؤال اخير نكمل به قبل ما نتعدى لل مرحلة التتويج، عندك طموحات سياسية نجم نشوفوك نهار في مسار سياسي؟ أنا طموح جدا. عندك طموحات سياسية؟ عندي طموحات سياسية بالطبيعة. واضح. ولكن بتريث. تريث وعقلانية. بتريث وعقلانية ومانيش مزروب. واضح. عندك العمر قدامك ما شاء الله. إن شاء الله. شو علاقتك بنادي عكاشة؟ نادي عكاشة المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية. الدكتورة نادي عكاشة
الوزيرة مديرة الديوان رئيس الجمهورية. يدي عكاش نشوف عرفناها في كلية حقوق العلوم السياسية. تفضل علاقتك بها أنت، علاقتك بها مش تعريف. لا علاقتي بها عرفتها كأستاذة، كأستاذة في كلية حقوق العلوم السياسية. وكانت امرأة معناها قريبة برشا من الطلبة، وكانت تحتفظ بمواقف مبدئية عرفناها في الجامعة. عملي ورينا نادي عكاش في كلية حقوق العلوم السياسية تقرير سوسيولوجي بوليتيك، وبنفس وفي الاتحاد العام لطلبة تونس كنا رشحناها راهو لتولي رئيس الحكومة. لا انا ما قريتش عندها. نعرف شوف انا راني درت في الجامعة التونسية كل محمد من منطلق الصفة اللي نحملها. اي واضح واضح. معناها انا ما كنتش راهو جزئي، انا كنت متنقل في الجامعة. ما عندكش علاقة شخصية بها؟ ما تعرفهاش ديريكتومون؟ لا ما عندي حتى علاقة شخصية بها. ما عندي حتى علاقة، عرفتها كأستاذة في كلية حقوق والعلوم السياسية في تونس. ما عنديش علاقة شخصية بها. مش على اتصال معها. مانيش على اتصال معها. واضح. شكرا. ولكن بربي فما حاجة، كما الهجمة اليوم على الشباب راهو فما اليوم هجمة على المرأة. اليوم الهجومات شفناها حتى نهارات تحت قبة مجلس نواب الشعب على نادي عكاش راهي تؤكد مرة أخرى أنه فما بعض الأطراف السياسية في تونس وللأسف لم تتخلص من عقدها الدفينة تجاه المرأة، فما بالك بامرأة اليوم تتبوأ أهم ثاني منصب في رئاسة الجمهورية. الجمهورية. واضح. شكرا لك. باش نتعدى بسرعة للجودة رفيق قبل ما نكملوا حوارنا. الجودة رفيق برشا اسامي عندي ما مش باش نعطيك الكل وقت، ما عادش يخليني في يدك اليمين شهاده شكر، في يدك اليسار شهاده توبيخ، زوز اسامي كل اسم ياخذ شهاده. واضح؟ واضح. اول زوز اسامي نبداو بهم لمن الشكر ولمن التوبيخ، عبير موسي رجل غنوشي. ليه صعيبه؟ خاطر الزوز ما عنديش منهم موقف مبدئي معناه في المطلق. لمن الشكر لمن التوبيخ رياض؟ قراءتك بسرعة، عندك باجاجك، عندك أمورك، تعرفش حتى واحد. لا نعطي لا شكر لا توبيخ. ما تنجمش. مش عادي حتى واحد. حتى واحد هو ما تنجمش في القانون. أم باش نتعدى الاسم اللي بعده لمن الشكر ولمن التوبيخ، هشام المشيشي، إلياس الفخفاخ. إلياس الفخفاخ نعطيه شكر وهشام المشيشي نعطيه توبيخ. علاش نقولك علاش؟ بسرعة. إلياس الفخفاخ رغم كل ما يقال عليه وإذا هو فاسد فيلزم يتحاسب، هذا موقف مبدئي. ولكن اللي نحترمه فيه أنه لم يخن أمانة رئيس الجمهورية قيس سعيد، والآخر وقت رجع الأمانة. وهشام المشيشي؟ هشام المشيشي إن شاء الله ما يمشيش بعيدا في خيانة أمانة رئيس الجمهورية. ما يمشيش بعيدا في خيانة، معناها خيانة أمانة. في خيانة من كلامك هكذا، هذا اللي من الموجود تو للاسف. معناه احنا توسمنا فيه الخير، ولكن من الواضح اليوم انه علاقه رئيس الحكومه هشام مشيشي باطراف تقلق برشا. زوز اسامي اللي من بعد، انا في بلاستيك يحرجوني باش نقولهم لك والوقت يداهمني ماكش باش تعطيهم الشكر والتوبيخ. زوز اسامي هما ناجي الزايري، لطفي العميري. لمن الشكر ولمن التوبيخ؟ الوقت فيه وقت البرنامج. زوز زملاء ونحبهم برشا، وقت البرنامج ويشكروا ويدعموا فيها برشا بالنصيحة وبالخبرة. لا ما نجمش. لا ما نجمش. قلت لك مش باش تعطي الوقت. زوز شكر نعطيهم. شكرا زوز ليك. شكر كما بدينا بالالتزام نكملوا بالقسم. قسما بشرفي كنت صادقا بنسبة قديش؟ بنسبة 100%. 100%. شكرا ليك رياض جراد، سعيد جدا انك كنت فيه. تحية لكل الفريق العامل، بجة في الإخراج، عابر الزغدودي، أسامة الصافي، وطارق حناشي، وشادي العرفيوي اليوم المساندة الكبيرة في آخر الحلقة. تسمعون بعد شوي في راسين كريم. أبقى لي كان قلكم نهاركم أسعد الأيام ويا مرحبا.